مع بداية كل موسم إن كان اقتراب الشتاء أو المدارس أو شهر المونة عم يتم رفع الأسعار مباشرة والمتاجرة بمحتياجات المواطن الأساسية. شكاوى كتير وصلتنا عن أسعار مستلزمات المدارس. بحلقتنا اليوم مشاهدينا رح نشوف شو عم يصير بالأسواق واختلاف الأسعار أيضا وليش عم ترتفع، وهل التموين هي بغفلة عن إنه هلأ وقت ضبط الأسعار وقت ضبط مستلزمات المدارس؟ رح نشوف شو عم يصير. قديش اشتريت الدفاتر؟ والله هدول ال 140 ب 2500. دفتر ب 2500؟ ايه بس 140 صفحه مو 70. كيف لقيت الاسعار السنه؟ اسعار طبعا مو مثل السنه الماضيه، في غلاء بس. انت ليش اخترت هذا السوق؟ ليه ما رحت على مكاتب؟ هلا في فرق بين المكتبات وبين هذا السوق، هون يعني لاقي طلبك، ما لقيت بمحل هذا تلاقي بالمحل الثاني. بس بشكل عام ارخص شوي من المكتبات. والله كثير غالي، اسعار مو طبيعيه يعني. ما بعرف، عنده اربع خمس طلاب كل دفتر ب 1200 ليره، يعني بدك 50000 ليره ما بتكفيه. الوضع مو طبيعي. قدرت تجيب كل الدفاتر؟ بدك اجباري، بدك تجيبها مثل ما كاتب لهم الاستاذ، بدك تجيبها اجباري مو بكيفك يعني. والاقلام؟ من عدد التجاليد، من عدد الاقلام، كل اسعار مو طبيعيه يعني. كيف الاسعار لقيتيها؟ يعني هلا فرق كثير، هلا هون ارخص من هيك، عم ياخذ عم ينباع الدفتر ب 1500، يعني هون 1100 1200 ارحم، القلم عم ينباع ب 500. لقيتي اجيتي لهون انه سوق شعبي، قلتي بلاقي اغراضي هون احسن ما تشتريها من المكاتب؟ ايه يعني هون نضل هيك، القرطاسيات كلها شوي ارحم من تاخذي من برا من الفرع، طلع كل شيء غالي. الفرق ما بين ال 1500 لل 1100. الاسواق الشعبيه والمكاتب هن ليش عم ياخذوا هامش ربح كبير؟ مثل الدفتر الجمله، الاخت مثلا طفلين ثلاثه اربعه، فعم تيجي توصد الجمله لحتى توفر على نفسها نفس القيمه. يعني صاحب المكتبه حياخذ الدفتر مثلا بجمله 1200 بده يضيف ال 100 ليره يبيعها، فهي نفس الجمله وقفت عليه هون وعليه، ما في فروقات ابدا بالسعر. يبدو انه اختلاف السعر معناتها بهالحاله هي عم يعود للمنطقه، يعني حسب المنطقه هن عم يسعروا لصالح المواطن دائما، يعني لصالح الدرويش او الناس اللي عم تجي دائما، هذا هن عم يستفيدوا بفرق السعر. هلا تكلفه الطالب، اذا بدنا نحن نجي ناخذ لطالب من عندك العده المدرسه اللي هي الشنطه ومحتواها كمان، قد ايه بدها تكلف؟ يعني بدك تحطي لك 20000 شنطه وبقدم منهم ورق وقرطاسيه. هي لساعتنا هون بالمكتبة، لسا ما رحنا على المدرسة، بدلة والقصص بتعرفي انت كمالة القصص. السوق كل نص ساعة عم يرتفع لفوق، التاجر بقول لك منعوا استيراد الورق، وكل نص ساعة في سعر جديد، فالواحد شو بده يلحق؟ قولي لي أنا موظف راتبي 100000 ليرة وفي أقول لموظف بالدولة ومسقف الراتب، راتبي ما بكفيش على من أخذ معلش ولا دين إذا بدي أجهزهم للمدرسة من المكتبة، عداك عن الشنطة والبوط واللباس. يعني هلا انت عم تلاقي فرق بالسعر بين وقت عم تنزل امبارح ونزلت اليوم مثلا؟ بالنهار الواحد بتلاقي في فرق، بالنهار الواحد هلا ارجعي بعد نص ساعة أو ساعة بتلاقي في فرق بالمكتبة نفسها. هلا مو نص ساعة مثل ما عم يتفضل، هلا بس وقت اللي بورصة الورق عالميا إذا بتطلع عليها بتلاقيها مرتفعة. هلا إذا بدك تسألي من قبل 20 يوم أي في غلا، بس أما مو نص ساعة ونص ساعة، يعني هلا صرنا مثلا نحن أسبوع 10 أيام على السعر نفسه بالنسبة للورق. انا الاسبوع الماضي يوم الثلاثاء اخذ من نفس المكتبه من هون، كانت الاسعار غير هيك، شايفه؟ اي الربطه اخذها ب 10500 ربطه الورق، اليوم 11.5. اليوم شو اللي صار؟ طيب شو اللي صار اذا انت جايب البضاعه نفسها؟ هلا مو وقت اللي بيصير ضغط، وقت اللي بيصير ضغط. هلا انا عندي فرق بين دفتر ودفتر، عندي 300 400 ليره برسماله علي غير نوع، فانا بضطر اني اجيب هذا واجيب هذا. طيب عمو هلا احنا شايفين معك الفاتوره، ايه؟ هي مين كاتب لك اياها؟ هو نفس التاجر، انا اخذها ب 31.8. طيب هلا هذا لون نفس السلك، سلك هاشمي، اخذها قديش انا؟ اخذها ب 10000 ليره الربطه. اخذ 10 ربطات تمام؟ اليوم ب 11.5 الربطه، يعني بدي ادفع زياده 15000 تقريبا زياده. هي الاسعار انت اخذها؟ اخذها الاسبوع الماضي، يوم الثلاث الماضي. اليوم هلا جاي بدك تاخذهم، فارق سعرهم كلهم؟ في فارق سعرهم، نعم. كل موسم قرطاسي عم يصير في تخبط بالاسعار.
يعني التاجر ما فينا نلومه والمستهلك كمان. طيب هلا شايفينك مشتري انت هدلون شو سعرهم؟ هلا هي لحالها جملتها اليوم جملتها حقها 4000 ليره مشتريها هلا بالجمله؟ ايه وفي نوعيات اقل، هي يعني فيك تقولي وسط سعرها 4000 ليره. الدفتر السلك اليوم 1300 ليره. بقى بوصل للمستهلك 1300 وين؟ بالمكتبه ولا بهذا؟ بالمكتبه بدي يصل للمستهلك 1400 1500 ليره. يعني انت عم تاخذيه من منبعه بالمسكيه 1300 1350 بدي يصل للمستهلك 1500 ليره. فعندي كل طالب بده وسطيا 3 4 5 دفاتر. هذا الموضوع صعب على المواطن كثير. شايفينك مشتري الاغراض كلهم؟ والله اشتريت دفاتر والله. طيب قديش اشتريتهم هذول كلهم؟ 70 70000. شو هن؟ دفتر 12 دفتر ابو ال 200 و6 فرنسي و4 انجليزي و6 عربي. يعني الدفتر صفى ابو ال 150 طبقه ب 2400، ابو ال 200 ب 3200. دفتر ب 2400 اشتريته؟ 140 طبقه ابو ال 200 3200 والفرنسي 1300 والعربي ب 1200. انت ليه اخترت انك تجي على هذا السوق؟ والله لانه هذا ارخص شيء هون، برا عم يبيعوه باربعه وبثلاثه ونص. هنيك عند الجسر الرئيس اجيت لهون، ايه رحت لهنيك غالي وجيت لهون، يعني سعره مناسب افضل من محلات ثانيه، يعني افضل من الجسر الرئيس المكاتب وما مكاتب هذول، هون ارخص بكثير. كيف لقيتي الاسعار؟ والله غالي نسبه للاسعار برا، برا ارخص من هون. يعني المحلات اللي عم تبيع على البسطات برا عند السوق اول السوق واخرته ايه اغلى من هون. يعني القميص هذا 20000 ايه لقيته برا ب 18 ب 17 ايه، بس الموظف اللي راتبه 60000 كيف بده يقدر يجيب مثلا قميصين وبنطلونين وبوطين مثلا؟ بس الشناتي اسا اغلى واغلى. يعني قديش الشناتي شفتيهم؟ في معك من ال 20 وفوق، تحت ال 20 ما عندك شيء بيلبس على المدرسه، ولد صغير يعني بدها تقيس الشنطه معه سنه اقل شيء ايه، ما فيك تاخذيها تحت ال 20000 25000. صناعه وطنيه هي، انت مانك عم تحكي عن ماركه، مانك عم تحكي عن موديل اساسا او مدخلين فيه شيء متكلفين عليه. يعني انا ليش هذا الغلا ما حدا بيعرف هيك؟ بيشلفوا شلف، انه بعطيك اياه ب 20 حبه لك تاخذي ما حبه لك تستفلي، في مية في مين ياخذ يعني. هلا العالم هون اجت قالوا انه سوق شعبي ومانو ماركات ومنتج وطني، اسعاره غاليه، طيب هي الاسعار الغاليه عندك ليه؟ هلا مثل هلا هون شايفينه مثلا هذا القميص مضروب فيه ضربه بترجع، هذا بترجع بطرح ما اشتريناه. بس شفناك عم تقيسه هلا للاولاد. هلا طلع والله يعني ما طيب. يعني واضح مبين. شو سعره هذا؟ مضروب واضح بده يرجع. طيب شو سعره هذا؟ هلا هذا 13000. 13. طيب والاسعار اللي نحن شفناها هون ال 20 وال 17؟ معيش مشكله مختلفه، معك قميص عدم المؤاخذه من 14000 15000 20000 على هو القماشه، في قماشه مثلا قطن في بوبلي. طب الناس عم تقول انه هيك غالي. نحن عم نشتري بالغالي، نحن عم نشتري من سوق الجمله، من سوق الصوف. مزبوط؟ نحن عم نشتري بنحط مربح على القطعه 1000 1500 ليره وبنبيعها. طيب هذا القميص اللي عم تبيعه هلا ب 20، انت قد ايه مشتري؟ يعني تقريبا 18. واقف عليك ب 18 تقريبا. عم تبيعه هون ب 20. اللي عم يصير بالنسبه لاسعار مستلزمات المدرسه، مثل ما تابعنا مشاهدينا عم تختلف الاسعار بين منطقه واخرى، بين الاسواق الشعبيه وبين المكاتب، عدا عن انه كل مكتبه عم تبيع بالسعر اللي بيناسبها. اليوم بجولتنا بالحلبوني في كثير مكاتب ما خلتنا انه نفوت او نعرف شو هي التسعيره اللي عم يبيعوا فيها. بالمقابل بالاسواق الشعبيه مثل ما شفنا عم تختلف الاسعار، دائما يعني هي غاليه بالنسبه للمواطن. نتمنى هلا من الجهات المعنيه او الرقابه انه دائما تكون موجوده على ارض الواقع مع بدايه كل موسم، ان كان مدارس او مونه او حتى مع اقتراب فصل الشتاء، نتمنى انه نشوفهم دائما على ارض الواقع وموجودين يضبطوا الاسعار، وخاصه الاسره السوريه اليوم ما تتحمل مع الغلاء الموجود بالاسواق.